نرجع إلى غزة ونتعلم من رجال غزة. يعني رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية والصهيونية في حق أبناء غزة وأبناء فلسطين، برغم الأعداد الهائلة من الأسرى، برغم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، برغم الاستيطان المستمر، برغم تجريف المنازل، رغم ذلك المقاومة ما زالت مصرة على تحديد بوصلتها نحو تحرير فلسطين. يعني لم تسقط في مربعات أخرى جزئية، بل بقيت محافظة على بوصلتها وهو تحرير الأرض. في تقديرك، ونريد أن نستفيد من مقاومتنا في غزة في انعكاس على الواقع التونسي، في تقديرك هل هذا يعلمنا ويعلم المقاومة أن تحافظ على بوصلتها ولا تسقط فيما سقطت فيه من انحسار في المربع الحقوقي دون التمسك بالمطالب السياسية الأصلية وهو مقاومة الانقلاب والعودة بالقطار إلى المسار الديمقراطي؟ في الحقيقة بتعلمنا إياه المقاومة في فلسطين هو بالضبط ما نحتاجه من دروس. أولا، أنه لا توجد حلول فورية ولا توجد حلول سحرية. ثانيا، أن الانبطاح ليس خيارا وليس حلا. ثالثا، أنه لا يوجد أي أفق لتخلي أصحاب الحق عن الحق. رابعا، أن المقاومة مشروع حياة، وأن الأفكار بذور، وأن الأجيال تنبت وتربي، و يمكن أن تأتي أجيال أخرى تحقق أحلاما لم تحقق عندما أنبتوها وأنشأوها وربوها. يعني حاليا كما كنت أقول لك، الشيخ ياسين ربى، هو خلينا نتعلم بالدرس بالدرس، خلينا نبدأ ونتعلم الدرس الأول اللي أعطيته لك، الصورة الأولى اللي أعطيته لك، هو تحديد واقع وبوصلة المقاومة نحو تحرير فلسطين رغم كل الضحايا التي سقطت منذ 48 إلى اليوم. لحد الآن لم تسقط المقاومة الفلسطينية في مربعات فقط التظلم والتباكي على الأسرى، بل حددت بوصلتها فقط إلى تحرير الأرض. من 48 إلى اليوم، يعني إلى 23، لم يتوقف أصحاب الحق عن المطالبة بتحرير فلسطين. نحن من 25 جويلية 2021 إلى أكتوبر 2023، وليس إلى أكتوبر، إحنا أصلاً إلى منذ فيفري، قبل فيفري، منذ جان في الفارت بدأنا نسمع هذا الخطاب، خطاب السلطة الأمر الواقع. كم ضحية فلسطينية ماتت؟ كم أسرة أبيدت؟ كم منزلاً تم هده؟ يعني دماء بالأنهار، ضحايا بالآلاف، بمئات الآلاف، خسائر لا يمكن تقديرها. نحن كوننا لسنا مسلحين بعقيدة وبرنامج، تقريبا جرفت الساحة في أقل من سنتين بمجرد كم؟ 100 معتقل؟ هم يموتون والديناميكية تستمر. يعني كل مقاوم فلسطيني، كل فكرة تنتج، كل شخص ينتج ديناميكية مستقلة عنه بحيث يموت ويتستمر مقاومته. نحن عندنا زعمات وأيقونات يوضعون في السجون فتنتهي الديناميكية لأنها لم تخلق أصلا. يعني نبني أفعالنا ومشاريعنا حول الأشخاص، فيأتي الانقلاب ويوقف الأشخاص وينتهي الموضوع. هم يبنون المشروع حول الفكر والبرنامج والديمومة والديناميكية. لا يهم، لا أحد يعرف من الملثم، لا يهمنا من هو الملثم، سيموت الملثم ويأتي ملثم آخر. نحن في تونس عندنا قيادات ورموز. يوم تم اعتقال القيادات والرموز اتفقت الساحة المعارضة كلها على أنه يجب تحرير القيادات والرموز، لأننا الله غالب ما نجموش نعمل حد شيء آخر، زمنا نستناهم، الحلول لا تأتي إلا منهم. طالما هم في السجن لا يمكن فعل شيء، يجب أن نتجند لإطلاق سراحهم، وهذا حق، يجب أن نتجند لإطلاق سراحهم، لكن الحلول مرتبطة بإطلاق سراحهم، هذا باطل، لأنهم يمكن أن يموتوا جميعا، ربي يطول في عمرهم، يمكن أن يموتوا جميعا غدا، وسنبقى مطالبين بعد موتهم بإسقاط الانقلاب. وبالتالي لا يفترض أن تتماهد ديناميكية أو المشروع أو البرنامج مع الأشخاص، لأن تماهي المشروع أو البرنامج مع القيادة، مهما كان قيادة تاريخية، مهما كان زعيما نقيا ثوريا رائعا، هذا خطأ مدمر لأي مشروع ثوري. المقاومة مشروع ليست شخصا. هذا يجب أن نتعلمه من المقاومة الفلسطينية التي استمرت أجيال. يعني كجينا نربطها بالأشخاص، راهي وفات بموت الجيل الأول. أنا إحنا فات قرن وما زلت اقتربنا من القرن وما زالوا يقاومون. الصبر.
هم يصبرون، نحن ننغنخ، هم قادرون على الخسارة. هل تظن، هل يظن أي كان أن المقاومة عندما فعلت ما فعلته وكان ذلك رائعا لم كنت كنت تتوقع ردة فعل؟ ولا احنا كي جينا وقفنا قدام الانقلاب من اللحظة الأولانية، الرئيس مازال يحكي، الرئيس المقلب مازال يعلن انقلابه، واحنا اعلنا انه انقلاب وبدأنا نقاومهم، هل لم نكن نتوقع المحاصرة والهرسلة والتثبيط والاعتقالات والاستهدافات حتى تصفية جسدية مش متوقعه؟ يا اخي ما عندناش سوابق عندنا. يعني يجب أن تكون مقاوماً يتوقع كل شيء ومستعداً لكل شيء، لأن الانقلاب إن كان تجرأ على وطن فسيتجرأ عليك. من غير المعقول أن تكون ضده، تقاومه بكل ما أوتيت من قوة، وصاحب مشروع لا يمكن أن يتزامن معه، يعني يا مشروعك يا مشروعه، هي حرب وجودية. إن كنت تعتبره عدواً وليس خصماً سياسياً، إن كنت تعتبره عدوا وليس خصما سياسيا، وتعرف أنك لا يمكن أن تتواجد معه، يعني يا أما ديمقراطية يا أما انقلاب، يا أما تفوز المقاومة وهذا أكيد، يا أما يبقى الانقلاب. إذا كان إحنا باش نمشيو في فهم المعادلة بالطريقة هذه، لا يمكن أن تتصحر الساحة، أن يتوقف خطاب المقاومة، أو أن نعيش ما نعيشه الآن من تثبيط وإحباط ومن مهاجمة أي شخص يتبنى خطاب المقاومة واتهمه بالشعبوية والراديكالية. لا هي شعبوية لا هي راديكالية، هذه الموضوعية البحت. عندنا انقلاب يجب أن نسقطها. نعم.